أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدراسة المقدمة من قبل شركة المنصور للسيارات حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع مسؤولي شركة المنصور للسيارات لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر. وكلف مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته الشركة بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة ومؤافاته بنتائج هذه الدراسة، تمهيدا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة. تناول الاجتماع التعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة على الأراضي بكل من مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة وأكتوبر والعبور الجديدة والشروق وأكتوبر الجديدة. تعمل الحكومة على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط. وخلال تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، أكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد إضافة لصناعة البتروكيماويات المصرية. هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجاري تنفيذه 140 ألف طن سنوياً مقسمة إلى 21 ألف طن سنوياً من اليوريا، ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار. في سوق المال أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند 1,930 مليار جنيه، وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 28,623 نقطة. ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6,616 نقطة. ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9,407 نقاط. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج وسط توترات جيوسياسية وحالة من الضبابية تحيط بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. هبط مؤشر قطر 4%، كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 22%، وهبط مؤشر سوق مسقط بنسبة 28%. في المقابل صعد المؤشر الرئيسي السعودي 1%.